بتوجيهات من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب سعادة النائب علي العرادي في المؤتمر 25 للاتحاد البرلماني العربي الطارئ بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والمزمع عقده يوم الخميس القادم في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس النواب سعادة النائب جمال داود. بعد التحية سعادة النائب، ما هي رسالة مملكة البحرين إلى هذا المؤتمر؟ مساء الخير جميعا. ما في شك طبعا يعني مواقف مملكة البحرين المؤيدة دائما للقضية الفلسطينية والداعمة للجهود الفلسطينية والدولية لإنهاء هذا الاحتلال ووضع حد للتجاوزات الصهيونية على أرض فلسطين في مواجهة شعب فلسطين. واعتقد بان كانت هناك اتصالات سابقه خلال هذه الايام الماضيه منذ ان بدا التصعيد الاسرائيلي بمحاوله اغلاق بيت المقدس وهو طبعا ثالث الحرم الشريفين، وما في شك بان طبعا كانت هناك مواقف كثيره واتصالات متسارعه، وبادرت طبعا دوله رئاسه الاتحاد البرلماني العربي في الوقت الحالي هي المغرب بالدعوه لعقد هذا الاجتماع الطارئ على مستوى الاتحاد البرلمان العربي ليضم البرلمانات العربية لأولا طبعا التعبير عن عدم الرضا لما يجري على أرض فلسطين، وفي نفس الوقت الدفع لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي، وهذا أيضا كان منذ حوالي سنتين المساعي مستمرة، وهناك أيضا توجه من أجل الضغط بشكل أكبر على المجتمع الدولي من أجل أن يتخذ مواقفه الصريحة والواضحة أمام هذه الاعتداءات المستمرة من قبل الصهاينة في أرض فلسطين على الفلسطينيين وعلى المقدسات الإسلامية. نعم سعد. نعم تفضل تفضل. وما في شك طبعا يعني مباشرة من خلال الاتصالات اللي تمت مع الاتحاد البرلمان العربي كان بتوجيه من معالي رئيس مجلس النواب البحريني بالمشاركة والحضور بوفد برئاسة النائب الأول العرادي، وفي نفس تقديم ورقة بهذا الخصوص، وهناك اتجاه من أن يكون هناك أيضا تشريع برلماني عربي من يخص هذا الجانب، وأعتقد أن هناك لجنة قانونية في الاتحاد البرلماني العربي أيضا والبحرين عضو فيها هي التي بادرت بالتشكيل وتقدمت مقترح من أجل أن تشكل هذه اللجنة لدراسة ما يجري على أرض فلسطين وإيجاد الجوانب التشريعية اللازمة. نعم سعادة النائب، مزيدا من التوضيح لمشاهدينا الكرام، ما هو التشريع الذي يمكن أن يحققه أو يحقق هذا المؤتمر بخصوص القضية الفلسطينية كما ذكرت؟ هو في احد الاقتراحات التي هي في محل دراسه او ما زالت في محل دراسه هو المقدسات الاسلاميه في فلسطين المحتله، بحيث ان يعني يتم ابعاد الكيان الصهيوني او رجال المحتلين الصهاينه من اي محيط للمقدسات الاسلاميه في فلسطين والمحافظه عليها بطريقه ان لا تتم تدخلها باي شكل من الاشكال في اي مؤسسات او مؤسسات اسلاميه اقصد على ارض فلسطين. في نفس الوقت ان هناك اليه ايضا من اجل ان يتم طرد الكيان الصهيوني من لا يكون له اي تمثيل ضمن الاتحاد الدولي البرلمان الدولي، بحيث ان البرلمانات الدوليه كلها الان هناك يعني تزايد في اعداد المؤيدين لمثل هذا القرار، ونامل ان شاء الله في الاجتماعات القادمه خاصه الاجتماع اليوم الخميس الطارئ هذا ان يتم التاكيد عليه، وفي نفس الوقت الاجتماعات القادمه للاتحاد البرلماني العربي ان يكون هناك توافق والتصويت بحيث ان يكون هناك اجماع على مثل هذا القرار. نعم عضو مجلس النواب سعادة النائب جمال داود، شكرا جزيلا لك.